طيب خلينا نروح لدوري نايل وخلاص. يعني دوري نايل دخل مراحل الحاسمة، منافسة كبيرة جدا ما بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في موسم 2023-2024. امبارح نجح النادي الأهلي في تخطي عقبة مودرن سبورت، مباراة مهمة جدا من ضمن المباريات المتبقية، بالفوز على مودرن سبورت 2-1 ونجاحه في تحويل تأخره من خسارة بهدف اللي سجله طبعا أول هدف الكاميروني أرنولد إيبا في الدقيقة 26، بدأ مودرن بالتسجيل بعد كده بيفوز بهدفين مقابل هدف عن طريق طبعا نجم الفريق إمام عاشور في نهاية الشوط الأول وبعرضية طبعا من أفشة، وبعد كده طبعا إمام عاشور بيوصل للهدف رقم 7 في الموسم الحالي من بطولة الدوري، وبعد كده أحرز البديل الهداف بيرسيتاو في الدقيقة 62 من عمر المباراة. بيرسيتاو بيوصل برضو للهدف رقم 6 في دوري نايل. الحقيقة المباراة وأحداثها رغم تأخر الأهلي في النتيجة لغاية نهاية الشوط الأول اللي هو قبل ما يخرجوا من الشوط الأول، إمام عاشور طبعا أحرز الهدف اللي هو هدف التعادل، لكنها لا تعبر أبدا عن صعوبة المباراة. يعني ما تقدرش تقول إن فوز الأهلي إمبارح كان صعب، لأنه على مدار اللقاء فريق مودرن سبورت ما وصلش لمرمى الشناوي في 90 دقيقة ولا مرة باستثناء كرة الهدف اللي سجل منها أرنولد إيبا هدف الفريق، وكانت تسديدة ضعيفة ولكن كان فيها مراوغة يعني من خارج منطقة الجزاء. فيما عدا ذلك الأهلي سيطر على المباراة بالكامل، سجل هدفين، أضاع أكتر من هدف، رفع رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني من 25 مباراة، لسه متبقي ليه 9 مباريات منهم مباراة هتكون مع بيراميدز. ومارسيل كولر يعني يمكن بدأ المباراة بتشكيل كان في حراسة المرمى محمد الشناوي، كان قدامه في الدفاع خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد اللي هو امبارح بالمناسبة خد رجل المباراة، في الوسط أكرم توفيق، حسين الشحات، وقفشة، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، ومهاجم وحيد هو وسام أبو علي. الشوط الثاني كولر دفع بأوراق مهمة جدا نجحت في إن هي تحول نتيجة المباراة تماما، نزل بيرسيتاو ورضا سليم وأليو ديانج مكان طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وقفشة. في نهاية المباراة نزل كهربا وكريم ندفد مكان وسام أبو علي وإمام عاشور. الفوز بتاع امبارح ده فوز الأهلي، وصل الأهلي للفوز رقم 14 على التوالي، وده مش جديد أبدا على منظومة النادي الأهلي، فريق اللي فرض شخصيته على المسابقة لغاية دلوقتي وبينافس بقوة جدا. الأهلي فاز في 14 مباراة على الإسماعيلي 2-1 وعلى الجونة 3-0، على الاتحاد السكندري 4-1، على بلدية المحلة 2-1، على فاركو 2-1، وعلى مقابلة تانية أخرى الاتحاد السكندري 1-0، على الداخلية 2-1، وعلى الزمالك 2-0 طبعا كان بانسحاب نادي الزمالك، على فاركو 2-1، وعلى طلائع الجيش 4-0، وعلى الداخلية 4-1، وعلى طلائع الجيش مواجهة أخرى 2-0، وعلى بيراميدز 3-2، وامبارح على مودرن سبورت 2-1. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لمودرن سبورت اللي توقف رصيده عند النقطة 47 من 30 مباراة لعبها في المركز الرابع، متبقي ليه 4 مباريات. برضو كابتن طلعت يوسف امبارح في الحقيقة كان بيحاول ان هو يعدل النتيجة ولكن ما قدرش، يعني مارسيل كولر كان ليه حلول بديلة والتغييرات صنعت الفارق، وكان صاحبها طبعا صاحب هدف الفوز هو بيرسيتاو اللي كانت برضو من عرضية من رضا سليم. قطار الأهلي لا يتوقف، مكمل مركز، عنده هدف لحصد لقب الدوري. المنافسة شرسة مع بيراميدز كمان اللي هو عنده أيضا طموح إن هو يحرز أول بطولة دي. خلينا نتابع ونشوف، يعني الأجواء مشتعلة بشكل كبير جدا، مين اللي هيتعثر في المباريات القادمة ومين مكمل هو صاحب اللقب
ده اللي هنشوفه مع نهاية الموسم.